أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. صحيفة المدى: التنافس الانتخابي في البصرة يهدد بجر العشائر إلى صدام مسلح. وفي المشرق الكردستاني ينفي اتفاقه مع الكتل السنية لاستبدال منصب رئاسة الجمهورية بالبرلمان. أما في العرب الجديد، البيان الختامي للقمة العربية يؤكد بطلان وعدم شرعية قرار ترامب بشأن القدس. وفي صحيفة القدس العربي، واشنطن تعلن تجميد خطة انسحاب قواتها من سوريا وتفرض عقوبات جديدة على موسكو. عنوان المستقبل اللبنانية: قوات الشرعية اليمنية تسيطر على سوق الملاحيض في صعدة. أما في صحيفة العرب اللندنية، اجتماع المجلس الوطني يكرس الانقسام داخل منظمة التحرير الفلسطينية. أخيرا وليس آخرا، في صحيفة الحياة اللندنية، كومي كام مقتنعا بفوز كلينتون في الانتخابات الرئاسية، وترامب الغاضب يصفه بالأبله. ومن العناوين ننتقل إلى أبرز المقالات التي وجدناها في الصحف العراقية والعربية، حيث لم يبقى إلا أقل من شهر على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة التي كان يأمل الشعب منها أن تكون حاسمة لتغيير المسار نحو إعادة هوية العراق وقبر المحاصصة والشروع في البناء الاجتماعي والاقتصادي. نصيف الجبوري يقول في صحيفة القدس العربي: إن طريق النمو والتقدم وبناء دولة حديثة ما زال غائبا ويبتعد بسرعة قياسية نتيجة للفساد والخصخصة المتوحشة وغياب القانون. إن كان النظام السابق دكتاتوريا وهاوي حروب خارجية، فإن نظام الطوائف والأعراق الحالي أدخل العراق في حروب داخلية بدأها بين مكونين رئيسيين، السنة والشيعة، ثم أطلق العنان لتأسيس دويلة تقودها الميليشيات. لا تزال الطبقة السياسية التي جاءت بمعية الاحتلال تتبادل الأدوار في قيادة العراق بعد أن جسدوا عملياً منذ سقوط بغداد عام 2003 مقولة الكاتب المصري المعروف محمد حسنين هيكل، عندما قال إن سياسي العراق الجدد عبارة عن عصابة استولت على بنك كبير اسمه العراق. فهذه الشلة لا تزال تسرق وتبدد الثروات دون حياء أو خجل، وتعمل اليوم بكل ما أوتيت من قوة لتسويق نفسها أو الوجوه الجديدة التي أهلوها للعب دور شهود زور لتبييض وجه الأحزاب الحاكمة الإسلامية والعلمانية والليبرالية. ضمن الواقع المعاش والطبقة السياسية المعشعشة والطفيليين المحيطين بها والاحتلال الذي أتى بها والمرجعيات والدول الإقليمية المساندة لاستمراريتها، لا نتوقع أي بصيص أمل في تغيير هذا الحال إلا بمعجزة من الله. ويرى الكاتب أن العراق بلد منكوب تسيطر عليه الميليشيات، وهو بحاجة إلى قوة عربية إسلامية أممية ضامنة لتحييد القوى الطائفية والإذان بحل الأحزاب الدينية والعرقية والعمل على كتابة دستور وطني للم شمل الشعب العراقي والتحضير لانتخابات نزيهة وفق ضوابط قانونية صارمة تحافظ على المال العام وتشرع في البناء المجتمعي وإعادة هيكلة البناء التحتي الشامل بالاعتماد على الشعب والسير بطريق التنمية والنهوض. مرت منذ بضعة أيام الذكرى 15 لغزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق الذي أسقط الدولة العراقية بكامل مؤسساتها ليعيد بناءها وفق الرؤى الأمريكية وبأيدي قوى المعارضة للنظام السابق على أسس جديدة ظاهرها ديمقراطي، إلا أن جوهرها غير ذلك تماما. محمد عاكف جمع يرى في صحيفة البيان الإماراتية أن 15 عاما الماضية أسهمت في تشويه صورة العراق
ودوره الحضاري عبر التاريخ من خلال سياسات غير مسؤولة لم يكن هاجس الوطنية العراقية هو ما يحركها، ففشلت في مقاربة القضايا الملحة وأججت الصراعات الداخلية بدل إطفائها، وفاقمت من عزلة العراق عن محيطه العربي. إنما تحمله إرهاصات الحاضر من دلالات عن صورة المستقبل فيه بعض ما يستوجب التوقف عنده لأنه إيجابي، إذ لم تتعرض أحزاب الإسلام السياسي بهوياتها المختلفة لاختبار مصداقية دعواتها على أرض الواقع في أي بلد كما تعرضت لهذا الاختبار في العراق، وخرجت منه فاشلة بامتياز. ينتظر البعض ببعض التفاؤل والأمل يوم 12 من أيار المقبل موعد الانتخابات، وبظنهم أن الوقت حان لترجمة التذمر العام من سوء الأوضاع إلى فعل تغييري يبعد النخب السياسية المسؤولة عن الفساد والتفريط بحقوق الإنسان عن المشهد السياسي. الانتخابات المقبلة لن تقرر مستقبل العراق بشكل مباشر، بل تقرر ذلك التحالفات التي بدا التحضير لها بحماسة، فالخارطة الانتخابية ستفرز واقعا مختلفا عن انتخابات عام 2014 أو التي سبقتها. لذا تم فتح بوابات الصفقات بين النخب السياسية التقليدية مبكرا تمهيدا لتحالفات تبرم بعد الانتخابات لتكريس الاستئثار بالحكم، كما أن بعض الأحزاب اتخذت إجراءات تجميلية لصورتها بإقصاء بضعة فاسدين دون أن تمس برموز الفساد الكبيرة التي حصنت نفسها وتتمتع بغطاء سياسي وأمني. ويرى محمد عاكف جمال أنه من الصعب جدا تقبل فكرة أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون نزيهة، وأن الأيادي المسؤولة عن تداول مداخلاتها ومخرجاتها قد غسلت بمياه طاهرة، فقد بدأ المال السياسي يقوم بدوره، وافتتحت أسواق بيع الأصوات الانتخابية على نطاق واسع لعدم وجود إجراءات رادعة قوية، فالأجواء السياسية في العراق لم تمسسها بعد أدوات مكافحة الفساد رغم كثرة الدعوات والمناشدات لذلك. علق الكثير من العراقيين على اللوحة الإعلانية الكبيرة التي علقها ائتلاف النصر وفيها صورة المرشح الذي يحمل رقم 25 مكتوب عليها مرشحكم محمود الحسن نصير المظلومين. تساءلوا ماذا يحدث في هذا البلد؟ علي حسين يتساءل في صحيفة المدى، هل وصلنا إلى هذا المستوى الذي يسمح فيه بعودة نائب شاهدناه في الانتخابات السابقة يوزع رزمة أوراق قال إنها سندات تمليك أراضي زراعية؟ اتضح فيما بعد أن السندات كانت مزورة. هل تريدون المزيد؟ العبادي يضع السيدة هناء تركي على رأس قائمة مرشحيه في بغداد، والسيدة النائبة التي دخلت البرلمان منذ عام 2006 لن تخرج منه حتى بعد عام 2022. لا يوجد في سجلاتها النيابية أي إنجاز، ولم يسمع لها صوت. ولكي يكتمل الإصلاح الذي وعدنا به العبادي فلا بأس أن يمنح الرقم 3 لعباس البياتي. ظل حيدر العبادي يردد أنشودة الإصلاح ليل نهار منذ أن تسلم منصب رئيس الوزراء، وهو يقول إن المواطن وحده يستطيع أن يقرر مسألة ذهاب أو بقاء بعض النواب، وهذا كلام حق من دون جدال، لكن على العبادي أن يشرح للعالم بأي طريقة يمكن أن يقول المواطن العراقي رأيه، وأنت تعيد لنا تدوير مواد مستهلكة غير صالحة للاستخدام البشري. والسؤال الآن، لماذا لا يسعى العبادي الذي عاد من اليابان إلى قراءة تجارب الشعوب ولتكن تجربة طوكيو نموذجا يطلع عليه؟ إذا كان لديه فسحة من الوقت الذي خصصه لخطب الإصلاح، لماذا يصر على أن نبقى غارقين في زمن الخطب الفارغة الذي تصورنا أنه انتهى؟ ويعود الكاتب للتساؤل من جديد، لماذا يريد لنا البعض أن نعيش في ظل نظام أشبه بالوكالات التجارية التي تنتج مزيدا من الفقراء وتستبدل التنمية والعدالة الاجتماعية بسياسات توزيع الهبات والصدقات لتعوض بها فشلها؟
لماذا لا يسعى رئيس الوزراء إلى تأسيس نظام سياسي واقتصادي يقوم على مبدأ توازن الطبقات وحماية الفقراء ونشر العدالة للفقر والظلم والإقصاء والاستبداد، آخرها الضحك على البسطاء من خلال صورة كبيرة لمحمود الحسن؟ قابلت وسائل الإعلام العربية والعالمية القمة العربية التي انعقدت بمدينة الظهران في السعودية بأقل قدر من الاهتمام. فهد الخيطان يقول في صحيفة الغد الأردنية أنه لا حاجة لنا للاجتهاد في البحث عن تفسير لحالة الانكفاء هذا، فالقمم العربية تبدو منذ زمن بعيد أو تبددت حدثا هامشيا في المشهد العربي العجيب، يغيب عنها كل مرة دستة من الزعماء، إما لعجزهم الصحي أو لعدم وجود زعماء لدول عربية. أما الشارع العربي فبالكاد انتبه لانعقاد القمة العربية أو ترقب نتائجها. عندما انعقدت القمة السابقة في الأردن تصدرت القضية الفلسطينية بيان عمان بوصفها أولوية عربية وأردنية، وصارعت الدبلوماسية الأردنية حينها لتثبيت هذه الحقيقة في وجه محاولات عربية لتقديم قضايا إقليمية أخرى على ملف الصراع العربي الإسرائيلي. بيان الظهران لن يهمل هذا البند الرئيسي، لكن من المؤكد أن قضايا الصراع السعودي والخليجي مع إيران ستحتل مكانة متقدمة في البيان، إلى جانب مواضيع متعلقة بالموقف من الجماعات الإرهابية. الأزمة السورية حضرت في القمة، لكن التباين في وجهات النظر بين دول عربية تعمق أكثر، خاصة بعد الهجوم الثلاثي الأخير على مواقع سورية ومسارعة دول خليجية من بينها الدولة المستضيفة إلى الترحيب بالضربات الغربية. معظم قادة العرب يذهبون للقمم مكرهين ولا يرون فيها أكثر من واجب ثقيل ومجاملة لا بد منها للدولة المستضيفة. يدخلون قاعة الاجتماع وهم يفكرون بموعد المغادرة، حتى الجلسات المغلقة تم الاستغناء عنها بعدما بلغت الخلافات حداً لا تستطيع القاعات المغلقة أن تحتويه، وبعدما بلغ العجز العربي قعراً لم يبلغه من قبل. ويختتم الكاتب مقاله قائلاً إنه لا نعرف أين ستعقد القمة العربية المقبلة، فالجامعة العربية أصبحت تدلل عليها عسى أن تجد من يقبل بهذه المهمة الثقيلة والمزعجة، هي مجرد حدث عابر وفي أحسن الأحوال فاصل قصير ونعود بعد لمشاهدة الفوضى والخراب العربي. أعلن النظام السوري عقب الضربة الغربية الأخيرة التي تعرضت لها مواقعه النصر من دون أن يعلن على من انتصر، والضربة طبعا لم تكن لها قيمة ميدانية، هي كانت أشبه برسالة ناعمة، لكن منطق النصر يشتغل بآلية أخرى لا علاقة لها بما جرى، ذاك أن وظيفته استنهاض عصبية من حول النظام تقيه مما تسرب من أوهام حول هشاشته. حازم الأمين يرى في صحيفة الحياة أن نظام الأسد لم ينتصر على التحالف الغربي الذي وجه إليه الضربة العسكرية، ولم ينتصر على الصهاينة بطبيعة الحال، لقد أعلن انتصاره في حرب أخرى حاجته إلى النصر فيها كبيرة. النظام عاد وانتصر على الناس الذين قصفهم بالكيماوي. أمريكا وحلفاؤها غير معنيين بما أعلنه النظام، الرسالة التي وجهوها عبر غاراتهم جاءت في سياق آخر تماما، فقد أرادت كل من واشنطن ولندن وباريس أن تقول لموسكو أن سوريا ليست منطقة نفوذ روسي بالمطلق، وأن لبوتين شركاء في النفوذ ويحق لهم توجيه ضربات للنظام ساعة يشاءون، وها هم يفعلونها. الصراع في سوريا لا يعنيهم في سياقه السوري، هم انتصروا أيضا، حققوا المهمة بدقة، وموسكو اعترفت لهم بحقهم في الرد. بشار الأسد انتصر بعد الغارات، والتحالف الغربي انتصر أيضا، وكانت موسكو وطهران قد سبقتا الجميع على النصر. ثمة مهزوم واحد في هذه المعادلة، أهل دوما الذين قالت العواصم الغربية إنها معنية بمعاقبة من قصفهم بالكيماوي، وقال النظام إنه انتصر عليهم. النصر ضروري في معادلة العلاقة القاتلة بين النظام وبين الجماعات الأهلية من حوله، هو كيمياء هذه العلاقة وهو مؤشرها ووجهتها،
فأن يتوهم السوريون أن النظام الذي يقتلهم مهزوم أو غير منتصر، فإن الأخير سيفقد القدرة على حكمهم أو على قتلهم. اليوم أعلن بشار الأسد النصر، لكن الدول صاحبة الضربة غير معنية على ما يبدو بإعلانه. الكاتب يرى أن العواصم الغربية نفذت غاراتها على مواقع النظام في سياق مهمة أخرى ليست على الإطلاق حماية أهل دوما من غاز الكلور، فهي رسالة إلى موسكو وأخرى إلى تل أبيب، وتأديب النظام ليس بسبب قتله أهل دوما، فهو يفعل ذلك كل يوم، إنما على تجربة قتلهم بأدوات لا يليق بالمجتمع الدولي السكوت عنها. لقد قالوا له اقتلهم بالأدوات الحلال، وهو اليوم بصفته منتصرا سيفعل ذلك موقعه المعزز هذا. سيموت أهل دوما من الآن وصاعدا موتا حلالا، وهذا ما سيخفف من الأعباء التي ترهق ضمير هذا الكون المعذب. قال الصحيفة الاندبندنت البريطانية إن الضربات العسكرية التي نفذتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا على مواقع مختارة في سوريا لن تغير موازين القوى على الأرض، خاصة أن تلك الضربات جاءت بمنزلة تأديب للنظام وتجنبت التعرض لداعمتيه روسيا وإيران. وأوضحت الصحيفة في مقال للكاتب باتريك كوكبيرن أن الحديث الذي سبق الضربة العسكرية والذي كان يتطرق لمخاطر نشوب حرب عالمية ثالثة بين روسيا وأمريكا يبدو أنه كان مبالغا به جدا، رغم أنه استند على تغريدات نارية أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الكاتب يقول إن أمريكا ومعها بريطانيا وفرنسا اختاروا الحد الأدنى من العمل العسكري الذي لا يؤدي إلى استفزاز روسيا أو إيران، فكان الهجوم بمنزلة استنكار لاستخدام الأسد الكيماوي ضد شعبه أكثر من أن يكون محاولة لإضعاف نظامه. ربما يكون ترامب اختار تحت ضغط من قادته العسكريين الخيار الأكثر حذرا، لكن في الحقيقة لم تكن هناك خيارات جيدة. ربما تؤدي تلك الهجمات إلى منع الأسد من استخدام الغازات السامة مستقبلا، ولكنها لن تؤدي إلى تغيير في موازين القوى. فالأسلحة الكيماوية لا تشكل إلا جزءا يسيرا من ترسانة النظام ولم تؤدي دورا حاسما في معركه. فمن أصل 500,000 سوري قتلوا منذ اندلاع الصراع لم يقتل بالسلاح الكيماوي سوى 1900 شخص. إن ميزان القوى شهد تغيرا فعليا قبل الضربة الأمريكية الغربية على سوريا، وتمثل ذلك في سيطرة قوات النظام والميليشيات الداعمة لها على آخر معاقل المعارضة الغوطة الشرقية في دمشق، حيث تم نقل مقاتلي التنظيمات المسلحة إلى إدلب في الشمال، وهو نصر يفوق ما حققه النظام بسيطرته على شرق حلب نهاية عام 2016. الصحيفة رأت أن قدرة تنظيم جيش الإسلام في التصدي لمحاولات تقدم قوات النظام السوري والميليشيات الداعمة له في الغوطة الشرقية ربما تكون هي السبب الذي دفع النظام إلى استخدام السلاح الكيماوي، حيث أظهرت الصور التي بثت عقب الهجوم العشرات من الأطفال وهم يعانون من ضيق تنفس ويجري غسلهم بالماء من أجل التخلص من آثار تلك الضربات، وهي الصور التي أثارت موجة من الغضب والاستنكار العالمي ودفعت ترامب وقادة فرنسا وبريطانيا إلى تنفيذ سلسلة من الغارات على مواقع تابعة للنظام. أطلقت في جمهورية مصر العربية لعبة الحوت الأخضر للقضاء على لعبة الحوت الأزرق في كل الدول العربية التي أصبحت ظاهرة خطرة تلتهم كل يومين طفلا جديدا. صحيفة الخليج الإماراتية قالت إن لعبة الحوت الأخضر تبدأ تحدياتها بأعمال بسيطة تزداد صعوبة على غرار لعبة الحوت الأزرق،
ولكن تحديات الحوت الأخضر تتمحور في عمل الخير والعمل التطوعي كرسم البسمة على وجوه الأطفال في الشوارع وإطعام حيوان، تصل إلى دفع ديون أو تخليص غارم من السجن أو المشاركة في علاج مريض. وتستمر سلسلة التحديات اليومية للحوت الأخضر مدة 30 يوما. في كل يوم تحدي جديد تتم متابعته من خلال تصوير كل تحدي يؤديه الشخص يوميا حتى حصوله على لقب الحوت الأخضر في نهاية التحدي. نتابع الآن بعضا من صور الكاريكاتير التي انتقيناها من الصحف العراقية والعربية والعالمية. بهذا نصل لختام برنامج صدى الأقلام، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، دمتم بخير وإلى اللقاء.